الاساس في هذا البرنامج اللي كتسايبو دابا. وكنظن بان مجلس العماله في اطار الشراكه ديالو مع الجماعات الترابيه الاخرى مع المصالح المركزه غادي نكونوا بحال واحد الصله وصل مع مجلس الجهه مشكورين الممثل تاعهم السي مصطفى اللي تا هما اعداد البرنامج تاعهم تيتسناونا حنا اش غندير. دونك هذه الالتقائيه ديال المشاريع غنحاولوا نحطوها في برامج بثلاثه، لا ديال الجماعات الترابيه ولا ديال المجالس القيمه وديال الجهه. كنظن بانه هذه السنه غتكون استثنائيه في هذه البرامج، كاين واحد التنسيق ما بين المؤسسات كامله. كنتمنى انه يخرجوا شي برنامج في مستوى، حنا على استعداد تام ان مجلس العماله غادي يخرج برنامج في مستوى ان شاء الله. سعيد بتواجدي بينكم ومعكم، وكذلك ما ننساوش لابد ان نهنئ انفسنا على احداث الحي الصناعي او التسريع الصناعي لازون فرونش اللي كاين في بوقنادل اللي فيه 24 هكتار. وكنتمناو بان العماله وجميع الجماعات الترابيه تعمل في من اجل توسيع هذا الحي الصناعي للدور ديالنا كاملين ان شاء الله. ولابد باش نشكر جميع الاخوان اللي كان عندهم الفضل، منهم خاصة يعني السيد الوالي والسيد عامل وبعض المنتخبين كان عندهم الفضل باش يجلبوا يعني مستثمرين دوليين كانوا مشاو لطنجة، ولكن بفضل هاد الإخوان الحمد لله رجعوا وغادي يستمروا غادي يديروا الشركة ديالهم الكبرى في بوقنادل. ولا تعرف واحد التشغيل واحد اليد عاملة مهمة. اولا كما قال هذه نرجع للكلمه اللي قال الاخ سي عبد الكريم الزبزاني، حنا باش بغينا نوجدوا يعني البي دي ار ديالنا او برنامج برنامج التنموي ديال الجهه، يعني حنا بالعكس حنا باقيين في المشاورات. نزلنا حنا عند جميع الجماعات الترابيه على مستوى العمالات السبع بدءا بعمله سيدي قاسم وانتهاء بعمله الرباط، وباقي الان حنا بالعكس حنا دابا حنا كن يعني الاداره في تواصل مباشر او يعني يومي مع الجماعات اللي مازال ما رسلوش لنا مثلا الاقتراحات ديالهم او المشاريع ديالهم. انا اللي كنقول يعني بطبيعه الحال باش تكون عماله ساله وخصها تكون حاضره عماله ساله في البرنامج التنموي ديال الجهه، خصها تكون حاضره كما كنقول على حسب المخطط اللي احنا اتفقنا عليه او الخطوط العريضه اتفق عليها المجلس. هو الاستثمار، الاستثمار هو اللي يجب التشغيل، هو اللي يجب الكاس. اذا خصنا نشوفوا مشاريع كبرى. ملي كنقول الاستثمار لا يعني ما كنقصش الطرقات، ما كنقصش الطرقات، لان حتى الطرقات ملي كتفتح يعني واحد الشرايين ديال واحد ما بين الجماعه الترابيه راه تا هو الاستثمار، تا هو يعني كيكون كيجلب سميتو. مساله اخرى بالنسبه للمسالك، فتح المسالك الطرقيه بان الجهه يعني خلص على عاتقها توضع الاليات باتفاق بطبيعه الحال مع السلطه المحليه والعماله ومجلس العماله، غتوضع الاليات ديالها وغتوضع عن اشاره ديال الجماعه الترابيه، وغيكون حتى المحروقات غتكون على حساب الجهه، ولكن غادي نحددوا ان فورفي على حساب ان فورفي غادي نعطيو. اذا المسالك ان شاء الله الجهه تكون بها بالاليات ديالها. مسألة أخرى ديال البي دي آر، بصراحة أنا كنتمنى يعني كما قال السي الصمد بأن نجيو نفكروا بمشاريع اللي يمكننا نقنعوا بها كما قالوا باش تكون في البي دي آر، لأن حنا كاينين دابا باش ما نكذبوش على راسنا، حنا الناس ديال السلا متواجدين كثار، متواجدين لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى المكتب ولا على مستوى يعني اللجان. إذا باش حنا اذا كنقولوا حنا خصنا نكونوا يعني اكبر مستفيد من البرامج او المشاريع اللي غتتم الادراج ديالها في البي دي ار، ولكن خص ضروري يعني كما قال السي عبد الصمد ضروري خصكم نتوما تعطيونا هذه المشاريع اللي يمكننا ندافعوا عليها وجهنا احمر، ولا ان شاء الله تكون يعني رافعه او تكون مساهمه في التنميه ديال هذه العماله. وشكرا.